السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه اليومن اي اي. الموقع ده مرتبط بموقعين مهمين جدا، هو ميدجورني وليتنس. يعني ميدجورني ده تطبيق ابداعي بيعتمد على الذكاء الصناعي، بنقدر نعمل من خلاله صور ورسومات وموسيقى ونصوص. ليتنس ده بيعمل لعب مغامرات معتمد على الذكاء الصناعي. اليومن ده موقع هيخلينا نبدأ ان احنا نوصل لمستوى اعلى. زي ما انت شايف هو بيقدر يعمل مجموعة متنوعة من التطبيقات عشان تعمل محتوى إبداعي ولعب مبتكرة بالشكل دوت. يعني ممكن تعمل الصورة دي على مثلا ميدجورني وبعد كده تديها له، ومش صورة ثابتة بقى، انت ممكن تبدأ ان انت تتحرك جواه من خلال الأسهم. مثلا هوت W وال A وال S وال D، كأنك بتلعب لعبة وعندك إمكانية تتحكم في الكاميرا. وممكن اسكيب، وعندنا هنا تقدر تحول من 2D لل3D، وتقدر ان انت تتحكم في المسافات اهوت الشكل بتاع الصورة. وطبعا عندك اشكال كتيرة، وتقدر ترفع اي صورة انت عاملها. ده الموقع اللي كان هو تحت تجديد، فممكن تخش على الموقع دوت. هسيب لك الروابط اسفل الفيديو فتشوف المنتجات اللي هو شغال فيها. والصفحة بتاعته على تويتر ممتازة، يعني بيوريك ناس كتير الشغل الناس عاملاه، وناس كتير عاملة شغله عاملة له تاج. حد عمل صورة اهوت وبدأ يتحرك جواها. فنلاقي ان انت تقدر تعمل العاب بشكل اسهل، تقدر تحط خلفيات وصور متحركه وتتحرك جواها زي ما انت شايف بسهوله، بيكون لك المجتمع كله. صفحته على الديسكورد هي صفحه نشطه جدا، اول ما بتدخل بتلاقي معلومات كتير جدا وهيلب سبورت وناس كتير بتتعاون معاك، وهو طبعا مرتبط بميدجورني. انا حتى سألت برضه قال ان هما الاتنين نفس الشركة. فاتمنى التجربة تعجبكم، لان هنا في لوجينج فيس بيديك فرصة ان انت تجرب كل حاجة.